السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. إن شاء الله اليوم راح نكمل من مادة الصيدلانيات، راح نحكي عن شابتر السسبنشن. حكينا قبل عن الأذر ليكويد دوزج فورم اللي هو السوليوشن، تعرفنا على أنواع السوليوشن. اليوم راح إن شاء الله راح نبلش بنوع جديد اللي هو السسبنشن. السسبنشن هو عبارة عن المعلقات، بيكون في عندنا solid particle in the liquid، بس بيكون في ما بيكون في عندنا نسب ما بين السوليد وما بين الليكويد. خلينا نتعرف عليه بشكل اكثر. نظام السسبنشن يعتبر كنظام dispersion system. dispersion system اللي هو بيكون عندنا توزع منتظم للبارتيكلز ضمن السولفنت او ضمن الفيهيكل. ففي عندنا سسبنشن، في عندنا ايمولشن، في عندنا ايروسولز الى اخره. في ثلاث حالات السسبنشن والايمولشن والايروسولز بيكون عندنا السوليوت او البارتيكلز ما بتكون ذائبه ضمن الليكويد. بالنسبه للسسبنشن، the particle of the dispersed phase are usually solid material. بالغالب بالنسبه للسسبنشن بتكون في عندنا حبيبات او بارتيكلز بتكون عباره عن سوليد that are insoluble in the dispersion medium. الوسط او الليكويد اللي بتكون موجوده فيه هاي البارتيكلز بنسميها dispersion medium. بالنسبه للايمولشن، the dispersed phase is a liquid that is neither soluble nor miscible with the liquid of the dispersion medium. بالنسبة للإيمولشن اللي هو بيكون في عندنا two liquid، liquid ما liquid، ولكن ما بيكونوا ذائبين أو منحلين في بعض. In the case of an aerosols، في حالة الأيروسولز اللي هن البخاخات، خلينا نحكي the dispersed phase may be small air bubbles، عبارة عن air bubbles يعني غازية throughout a solution or an emulsion، بيكونوا هذول موجودين ضمن solution أو ضمن emulsion. فخلينا نتفق على إشي، إنه بالنسبة للparticles اللي بتكون هي insoluble بنسميها dispersed phase. dispersed phase عفوا اللي الوسط أو الفيهيكل أو السولفنت اللي بيكون موجود فيه، وهاي البارتيكلز بنسميها dispersion medium. لازم نفرق بين هذول المصطلحين. dispersed phase اللي هو البارتيكلز أو السوليوت، خلينا نحكي بين قوسين، أو والميديوم أو الوسط أو السولفنت أو الفيهيكل بنسميه dispersion medium. خلينا نتفق إنه السسبنشن هو عبارة عن solid in liquid بس immiscible. الايمولشن هو عبارة عن liquid in liquid، بيكونوا غير ذائبات nor miscible أو insoluble، والايروسولز هي عبارة عن air bubbles in solution أو emulsion. complete and uniform redistribution of the dispersed phase is essential to the accurate administration of uniform dose. لازم يكون في عندنا إعادة انتشار وتوزع لهاي البارتيكلز بما أنها هي غير ذائبة ضمن هذا الدسبيرجن ميديوم. لازم يكون في عندنا تجانس وتكامل في إعادة انتشار هاي البارتيكلز. لازم يكون هاي البارتيكلز منتشرة بشكل منتظم وبشكل كامل على كامل الدسبيرجن ميديوم، لحتى يصير في عندنا يعني بيكون في عندنا دقة في أخذ الجرعة مثلا، أو الجرعة بتكون دقيقة 100%. For a probably prepared dispersion, this should be accomplished by moderate agitation of the container. لازم حتى نحقق هاي الخاصية لازم يكون في عندنا تنظيم لتوزع هاي البارتيكلز ضمن الكونتينر، ضمن الوعاء اللي نحن بنستخدمه. في عندنا بعض الحالات اللي نحن راح نتعرف عليها مقدما لحتى نحقق هذا التوزع الكامل والمتكامل بالنسبة للبارتيكلز. فالشرط الأساسي لحتى يكون في عندنا accurate administration of uniform dose، لحتى يكون في عندنا دقة في توزع البارتيكلز ضمن الفيهيكل. بالنسبة للسسبنشن اللي هو موضوع حديثنا اليوم، a pharmaceutical suspension is a coarse dispersion in which insoluble solid particles are dispersed in liquid medium. زي ما حكينا بالنسبة للسسبنشن هو عبارة عن coarse dispersion. coarse يعني بيكون في عندنا coarse معناها a
A pharmaceutical suspension is a coarse dispersion in which insoluble solid particles are dispersed in a liquid medium. بالنسبة للسسبنشن نحن بنحكي عنه هو عبارة عن coarse dispersion، هو عبارة عن توزع coarse بمعنى خشن أو بيكون يعني حجم الجزيئات كبير بما فيه الكفاية لحتى نعتبر أنه هو غير ذائب أو insoluble بالliquid medium. فعندنا مقاييس معتبرة لحتى نعتبر هاي السوليد بارتيكل هي عبارة عن سسبنشن، لازم يكون في لها حجم معين، فبنحكي عنها هي عبارة عن كورس ديسبيرجن، توزع يعني كورس بمعنى خشن زي ما حكيت لكم للسوليد بارتيكل، والشرط انه تكون انسوليوبل، لازم تكون غير ذائبة. بتكون هاي السوليد بارتيكلز غير ذائبة ضمن الليكويد ميديوم اللي هو الوسط السائل. Suspension containing finally divided drug distribute somewhat uniformly throughout a vehicle in which the drug exhibits a minimum degree of solubility. بالنسبة للsuspension زي ما حكينا لازم يكون في عندنا توزع منتظم بالنسبة للparticles عبر هاي الvehicle. زي ما حكيت لكم الشرط الأساسي إن يكون في عندنا uniform distribution، لازم يكون في عندنا وتوزع منتظم لهاي البارتيكل ضمن الفيهيكل لحتى نحقق أقل درجة من السوليوبيلتي. مش هون حكينا لقدام إنه the insoluble solid particle have diameter for the most part greater than 1 micrometer. زي ما حكيت لكم إنه هو بما إنه coarse dispersion system، بما إنه هو خشن، فلازم يكون في عندنا حجم الـ insoluble solid particle أكثر من 1 مايكرو. 1 مايكرو يعتبر قليل جدا، بس ولكن بنظام السوليوبيليتي 1 مايكرو تعتبر انسوليوبل. في عندنا ما يسمى بالسسبندينج ميديوم is generally aqueous may be an organic or oily liquid for non-oral use. بالنسبة للسسبندينج ميديوم أو اللي هو الليكويد ميديوم أو الديسبيرجن ميديوم بيكون بالعادة هو aqueous أو ممكن يكون organic أو ممكن يكون oily liquid من أجل الاستخدامات غير الفموية. Some suspension are available in ready to use form that is already distributed through a liquid vehicle with or without stabilizer and other additive. بالنسبة للسسبنشن اللي بيكون جاهز لحتى انه يأخذ مباشرة، انه في عندنا مثلا سسبنشن خلص بدنا ناخذ منه جرعة، that is already distributed throughout a liquid vehicle، بيكون عندنا متوزعات البارتيكلز ضمن الليكويد vehicle وبيكون في وجود معه بعض الستابيلايزر او بعض الاديتيف الى اخره. هذا بنسميه نوع من انواع السسبنشن، انه بيكون هو عباره عن ريدي تو يوز، انه جاهز للاستخدام مباشره. في عندنا اذر بريبريشن ممكن من السسبنشن، يعتبر هو عباره عن دراي باودر، البودره الجافه، انتندد فور سسبنشن ان ليكويد فيكل، نحن بنضيف عليه هذا المي وبعدين بنعمل له او الفيكل بشكل عام حسب، ممكن يكون زي ما حكينا aqueous او organic او oily، بنضيفه عليه وبصير عندنا suspension بعدين بنستخدمه. طبعا الفائدة من الدراي باودر انه مثلا نحن عندنا suspension بس انه ما بدنا نستخدمه هسا، يعني مثلا الموجود بالصيدلية احتمال يكون مثلا ready to use انه مباشرة نستخدمه، وفي شيء مثلا بدنا نخزنه لفترة طويلة بعدين نعمل منه suspension. Generally this type of product is powder mixture containing the drug and suitable suspending and dispersing agent to be diluted and agitated with a specified quantity of vehicle, most often purified water reconstitution. بشكل عام طبعا عندنا هذا المنتج اللي هو عبارة عن الدراي باودر، بيكون عندنا عبارة عن بودرة مخلوط فيها مثلا suspending والdispersing agent والمواد اللي تعطيه مثلا الستابيليتي الى اخره، بتكون كل المواد والمادة الفعالة والمادة الدوائية كله بموجود ضمن هاي الباودر، بس نحن علينا نستخدم البيوريفايد ووتر لحتى نحل هاي المادة ونعمل منها سسبنشن. Drug that are unstable is maintained for extended period in this presence of an aqueous vehicle. Example many antibiotic drugs، زي ما حكيت لكم انه نحن هاي الشكل من الاشكال بنستخدمه لحتى نحفظ الدواء لفترة مطولة، بعد هيك نحن ممكن نستخدمه. Are most frequently supplied as dry powder mixture for reconstitution
at the time of dispensing زي ما حكيت لكم انه نحن بنستخدمه مقدما بعدين، يعني مثلا نحن عندنا هذا الدواء بس ما بدنا نستخدمه هسه، بنخليه على شكل بودره بعدين بس نيجي نستخدمه بنحله بمي وبصير هو جاهز لاستخدام كسسبنشن.